بعد 3 أسابيع من الفعاليات المتنوعة اختتم المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 الذي حمل هذا العام شعار وفاء وولاء. وشهدت هذه النسخة من المهرجان تميزا واضحا بأفكار متميزة وإبداعية صاحبت البرامج المتعددة بمشاركة جميع المناطق والمؤسسات الحكومية. جنادرية أمانة ضمت أكبر ثقافات المملكة السعودية، ضمتها في مكان واحد، شكلت هوية كل منطقة وميزتها عن بعضها بعض، ضمت عادات وتقاليد إضافة إلى أن ثقافة الوزارات، ثقافة المجتمع. فعاليات هذا العام ركزت على الأنشطة التفاعلية مع الجمهور الزوار من جميع الفئات وخاصة الأطفال الذين حظوا باهتمام خاص في أجنحة المهرجان. أكثر شيء عجبني بالجنادرية الفعاليات والعرضة والأشياء اللي يعني الأشياء القديمة وزي كذا، يعني أنا أبغى أتثقف أكثر عن ثقافة أجدادي وكيف يعيشون وكيف بحكم أني صغيرة أبغى أعرف كيف مثلا أجدادي كانوا يعيشون قبل. العروض الفلكلورية في المهرجان شهدت إقبالا كبيرا من الزوار، كما برزت أيضا في هذه النسخة عروض الخيل والألعاب النارية. وكان لضيف الشرف هذا العام إندونيسيا جناح خاص عرضت فيه تراثها الحضاري وموروثها الثقافي والفني. كل شيء فيها متطور أكثر في أكثر، أكثر من العام واللي قبله واللي قبله، كل سنة تكون أفضل من السنة اللي قبلها. مع توديع الجمهور للنسخة 33 من هذا المهرجان التراثي الضخم، يبقى أيضا في انتظار الجديد في العام المقبل. كل عام والوطن يرتقي بعد فضل الله بوفاء قيادته وولاء شعبه.